عمورة حبيبي. ألو ألو نعم ايه يا عمور، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ كويس. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان. ماشي بكرة أنا عارف. طيب المغرب عندكم في قطر هيبدأ الساعة كام؟ ها بعد إيه؟ المغرب في قطر، في قطر عندكم هيأدي الساعة كام بكرة؟ مش عارف. طيب ماشي. طيب يعني انت هتصوم بكرة ولا مش هتصوم؟ أصوم. طيب يا حبيبي ماشي. طيب بص يا عمو، هدي لك برضو زي ما اتفقنا كويس كده الاول، حلو خلاص، وبعد كده نبتدي ناخد حاجات تانية. هتحلي لي بقى المسائل دي كده ايه؟ اكتبهم عندك يلا وابتدي حل فيهم. ابتدي اكتب المسائل دي عندك يا عمر وابتدي حل فيها يلا. بص بقى السؤال ده هيبقى بتاع الماني، السؤال ده بتاع الماني هتكتب لي، هقول لك كده فايند ذا اماونت، هتكتب لي انت الفلوس الماني بقى، هعمل لك اول سؤال اهو خلاص، هرسم لك تمام كده فلوس وانت تجمعها ماشي. بتاعت المرة اللي فاتت. ايوه المبلغ الاولاني، المبلغ الثاني هعمله لك جنبه هنا كده، هتجمعه برضه. ماشي ماشي. مبلغ ثالث هتجمعه جنبه هنا برضه اهو. وهنا ده عندك بقى 20 و50 خلاص، ده 5 وده مكتوب عليه 1، خد بالك ساعات بيبقى فيه ريال مكتوب عليه 1 كده. انت عندك ريال قطري تلاقيه مكتوب عليه كده 1، انا مش عارف بصراحه عندكم في قطر في ريال ورق ولا لا، بس يعني بقول لك لا لو في في ريال ورق في طب ماشي، طب كويس، اصل احنا عندنا هنا في مصر في ريال ورق، فانا بقول لك عشان كده خلاص. نمبر بقى بعد كده نمبر 5 هناخد ايه؟ هناخد اللي هم في التايم تيبل.
هناخد الاول دول. بص كده يا عمر، هتكتب انت النمبر بقى كده، نمبر 6 بقى هعمل لك ايه؟ هعمل لك في التايم تيبل. هخليك نمبر 6 جنبه هنا كده، هدي لك مبلغ بقى وانت تفككه. انت هتعملوا لي بقى كده ماشي. من اول بقى نمبر 7 هدي لك ايه يا سيدي؟ تايم تيبل. اكتب يا عمر الحاجات دي عندك عشان تعملها. سيفن تايم تري ايكوال نمبر 10 هيبقى هنا 5 تايمز 5 ايكوال ايه؟ نمبر 11 هناخد 2 تايمز 6، نمبر 12 هناخد 4 تايمز 4، نمبر 13 هناخد 8 تايمز 2. خد بالك ان 8 تايمز 2 هي 2 تايمز 8، يعني ممكن تعملها من تيبل 2 برضه. نمبر 14 هتاخد 3 تايمز 5. يلا تبدا تحل الكويز ده. ماشي يا عمر، هدي لك فيه كده 10 مينتس تحاول تحله، وبعدين هنرجع نحله مع بعض، بس ما تسألش ولا سؤال، تحاول تحل من دماغك، هنرجع نحله تاني مع بعض. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك. طيب هصوره وابعته لك على الجروب اهو، عشان اذا انت مش شايفه من على السبوره قوي تشوف من على الجروب عندك، بس هو باين على السبوره اهو. خد بالك ان دي ماينس يا عمر، دي بلس ودي بلس. ماشي عشان ما تلخبطش. اهو باينه اهي السبوره اهي. عايز تحل من على السبوره ماشي، عايز تحل من ال من البتاع ده من الجروب، انا بعت لك على الجروب برضو. اوكي يلا هسيبك كده، هسيبك كده 10 مينتس يا عمر تحله، ها، وهرجع انا احله تاني. اوكي ماشي. ما تسالش في ولا سؤال، ما تسالش في ولا سؤال، انا هقفل المايك عشان ما تسالنيش. هناخد الاسئله دي برضو في التايمز، هتكتبهم عندك وتحلهم. خد بالك بقى ده انا كاتب لك على كل التايم تيبل، اللي مش هتعرفها هتسيبها عشان نقولها مع بعض، يعني كاتب لك فيها كل التايم تيبل يا عمر. اللي الشويه اللي فاتوا دول اللي كنت بتقول لك خد بالك. ها؟ كل التايم تيبل اللي مش عارفها سيبها، اللي مش عارفها سيبها وانا احلها لك، عشان مره في مره هتعرفها، لما انت مش هتعرفها المره دي انا هقولها لك هتعرفها المره الجايه كده، اللي مش عارفها سيبها لي. انت معايا ولا مش معايا؟ اللي مش عارفها سيبها لي بس. شنو مش هنحفظه ولا كده؟ ان انت في حاجات تعرفها وحاجات ما تعرفهاش، نرجع المره اللي بعدها نعرف اللي ما كناش عارفينه كده.
نفضل بقى واحد واحدة لحد ما تلاقينا إن شاء الله حفظناه. يعني بص هتلاقي حاجات كبيرة زي 8 تايمز 8 اللي مش عارفها سيبها أنا هحلها لك، و8 تايمز 9 شفت؟ و9 تايمز 9 ده تيبل 9 برضه. اكتبهم عندك دول برضو يا عمر وابتدي حلهم بعد ما تخلص اللي هم معاك. سيفن تايمز فور لو انا مش عارفها اعملها فور تايمز سيفن كده وانت ماشي. نعم. في حاجات مش عارف اللي مش عارفها سيبها، اللي مش عارفها سيبها انا هحله لك كده كده تاني، بس عشان مش هنحفظها الا كده يا عمر. هنفضل لحد امتى مش حافظينه بقى؟ تايم تيبل ده مهم جدا. هصورهم وابعتهم لك برضه على الجروب، وانت برضه اكتبهم اهم قدامك ماشي؟ اكتبهم وابتدي اشتغل فيهم يلا دول. ماشي. يلا. ما تخافش انا كله ان شاء الله هحله معاك تاني. بس انا يهمني انت تفكر فيهم وما تسالش. ما تقعدش تقول لي 4 تايمز 9 بكام؟ ما تقعدش فكر فيها، اعملها بالبلس، يعني ممكن 3 تايمز 5 ما انتش عارفها. اجمع ال 5 ثلاث مرات على ايدك 5 بلس 5 بلس 5 اهو 5 بلس 5 10 10 بلس 5 15 كده معايا؟ لحد ما هنحفظه كل مره كده نفضل وراه لحد ما نحفظه. واللي مش عارفها خالص بقى سيبها وانا ايه هحلها لك، فانت مش هتعرفها المره دي وانا قلتها لك، هتيجي المره الجايه لما ناخدها هتعرفها بقى، هتعرف تحلها. المرة دي انت ما عرفتهاش، المرة الجاية هتعرف تحلها، المرة اللي بعدها نفس القصة. ابدأ يا عمر حل دول كمان بتوع التايم تيبل دول، مش هتحفظ معاك الا كده خد بالك. يلا اتفضل هدي لك برضو 10 دقايق ونرجع نحلهم. يلا ما تسالش اي سؤال يا عمر عشان مش هرد عليك، اللي انت عارفه اعمله. لنين ها عملت لي 3 تايمز 5 ايكوال وات؟ 8 times 5 equals 15.
15 ماشي. طب 2 تايمز 4 ايكوال وات؟ تعمل ال 4 بلس نفسها مرتين 5 تايمز 2. 5 تايمز 2 عملتها ايه يا عمر؟ 20. 20 لا 10، لان ال 5 انت جمعتها مرتين، 5 بلس 5 جمعتها مرتين 10. عرفت بقى لما قلت لك ما تتسرعش في الحل؟ 6 تايمز 4 عملتها ايه؟ ما عرفتش. 24 اللي مش عارفها بص عرفها لك عشان تعرفها المره الجايه. 6 تايمز 4 24. بص بقى زيها بالظبط مين؟ زيها 3 تايمز 8 دي عشان تحفظهم. بص 6 تايمز 4 هي 3 تايمز 8 هما الاثنين 24. شفت؟ دي ودي 24 هما الاثنين. طيب ولو لقينا برضه 6 تايمز 4 زيها زي 4 تايمز 6، لو لقينا 4 تايمز 6 في المسائل يبقى برضه 24 مفيش. طيب 7 تايمز 5 عملتها ايه؟ ما عرفتش. ها عملتها؟ 7 تايمز 5 هي 5 تايمز 7 عملتها ايه؟ ما عرفتش عشان ما عرفتهاش. مش مشكله مش مشكله، هتعرفها المره الجايه، هعرفها المره دي 35. بكتر ما هناخد التايم تيبل ده هتفضل لحد ما تحفظه. يعني انت المره دي ما عرفتهاش، هتعرفها المره الجايه ان شاء الله. ما عرفتهاش المره الجايه اللي بعدها وهكذا. طب 6 تايمز 8 اكيد ما عرفتهاش صح؟ ايوه 48. هتلاقيها لك تحفظها بقى. وبرده لو لقيت 8 تايمز 6 هتلاقيها 48. مفيش 8 تايمز 6، طيب مفيش مشكلة. طيب 2 تايمز 9 عملتها ايه؟ ما عرفتش. 18 تعمل ال 9 بلس نفسها مرتين. طيب 2 تايمز 7 هتعمل 7 بلس 7. طلعت كام؟ 2 تايمز 7 بكام؟ 2 تايمز. ها؟ يبقى أنت ما حاولتش تحل بدول يا عمر. انت قلت لي انت حليت دول وانت ما عرفتش، انت ما حليتهمش. زي ما انا قلت لك، انا توقعت ان انت، لان كنت لسه كاتبهم واقول لك حلهم، قمت قايل لي انا خلصتهم، يبقى انت ما حليتهمش. 40. طيب 14 ما اسمهاش 40، اسمها 14. ال 40 اللي هي، انا قلت 14. خد بالك ال 40 اللي هي فيها 0 لكن دي 14. ماشي. طيب 3 تايمز 4 ايكوال وات؟ 12. صح. طيب 8 تايمز 8 دي كبيره بقى، اعرف 8 تايمز 8 64. طيب 64 تحفظها. 8 تايمز 9 72. انا عارف الكبيره دي اتلخبط انت فيها، بس مره في مره هتحفظها. 8 تايمز 8 64، 8 تايمز 9 72. طب 9 تايمز 9 81، دي مشهوره جدا. تحس حتى ان ال 8 بلس ال 1 يديك 9. بص 9 تايمز 9 81. طب 3 تايمز 9 عملتها؟ ايكوالز 27. صح. بص 8 تايمز 9 72 لكن 3 تايمز 9 27 معكوسه. شفت؟ طيب 3 تايمز 6 عملتها؟ ها؟ 3 تايمز 6 زي 2 تايمز 9. 2 تايمز 9 18، 3 تايمز 6 برضه 18. بص دي 18 زي 18. طب 2 تايمز 8 عملتها؟ بص مش 2 تايمز 7 14، 2 تايمز 8 بعدها ب 2 يعني بعد ال 14 15 16. هتلاحظ حتى ان 2 تايمز 9 بعد ال 2 تايمز 8 2 تايمز 8 16، 2 تايمز 9 بعدها ب 2 17 18. طيب و2 تايمز 10 تبقى 20، هتزود 2 على طول. طيب 7 تايمز 4 28، لان 7 تايمز 4 هي 4 تايمز 7. طيب 8 تايمز 5 هي 5 تايمز 8 40. طب عملت 6 تايمز 5 هي 5 تايمز 6 عملتها؟ لسه صعبه 30. انت بقى وظيفتك هتحفظ دول تاني في البيت، هتحفظ لي دول تاني في البيت. 3 تايمز 7 21. طيب 4 تايمز 7 28، لسه كنا قايلين من شويه 7 تايمز 4
28. يبقى 4 times 7 28 و 7 times 4 28. طيب 6 times 7 ها 42. هتحفظ الحاجات دي تاني يا عمر في البيت. 5 times 9 بص 45. يبقى انت من اول تيبل 5 مش حافظ قوي. تراجع لي دول تاني. كل مرة هناخد منهم هترجعهم تاني عشان كل مرة هكتب لك زيهم. 6 times 9 بقى بص بص 5 times 9 5 times 9 45 بص بقى 6 times 9 54 تبدل دول. طب 9 times 7 63 خد بالك 63. طيب تعالى بقى لكن 4 times 9 بص 4 times 9 36 عكسها 5 times 7 هي 7 times 5 35 هي كنا عاملينها هنا بص 7 times 5 كنا عاملينها هنا ب 35 يبقى 5 times 7 برضه 35 هي بص كده كنا عاملين هنا 7 times 5 ب 35 فهنا 5 times 7 برضه ب 35 طيب 4 times 8 32 تمام 9 times 6 هي 6 times 9 بص 6 times 9 ايه 54 يبقى لما اقول لك 9 times 6 برضه 54 اخر واحده 9 times 5 عكس 9 times 6 45 انت معايا يا عمر ولا مش معايا؟ معايا. طيب هصور لك دول وابعتهم لك على الجروب عشان انت هتحفظهم هتحفظهم هتحفظوا عمر الحاجات دي تاني عشان المره الجايه اكتبهم لك تاني برضو انا بعتها لك على الجروب اهي طيب هرجع للبيج الاولى اللي هي بتاعت الايه البيج الاولى اللي هي بتاعت الكويز ارجع للبيج الاولى اللي هي بتاعت الكويز هتصحح معايا واللي انت عاملها صح تعمل صح ما خلصتش كنت في اخر سطر وما خلصتش ايه قرب المايك من بقك عشان مش سامع ما لحقتش اعمل اخر سطر مش مشكله ماشي انا هعمل دي تاني اهي اول مساله كانت جايه لي ايه بص اول مساله كانت جايه كده كان بيقول لي ايه اهو كان بيقول لي 379 بلس 265 هبدا الاول 9 times 5 equal what equal 5 9 times 50 equal 14 after 9 10 11 12 13 14 مش هكتب ال 14 كلها هكتب 4 and carry up 1 1 plus 7 8 8 plus 6 ادينا كام 14 4 and carry up 1 1 plus 3 4 4 plus 2 after 4 5 6 خدنا الكلام ده 100 مره قبل كده اقرا لي الانسر اللي طلعت دي كده 446 اقرا الانسر دي يا عمر 644 برافو عليك لو انت عاملها كده اعمل صح مش عاملها كده صلحها طيب تعالى على نمبر 2 نمبر 2 بيقول لك ايه 148 بلس 926 هعمل 8 بلس 6 هيطلع كام طلعت معاك كام 8 بلس 6 حط ال 8 in my mind و 6 in my hands after 8 14 ايوه 14 9 10 11 12 13 14 ما انا قلت 14 ال 40 اللي هي كده قلت 14 ال 40 اللي هي كده لكن دي اللي لها 1 اسمها 14 انا قلت 14 ما قلتش 40 طيب ماشي انا سمعتها 40 بس بقول لك عشان ما تقولهاش غلط يبقى دي 14 4 and carry up 1 1
1 بلس 4 5 5 بلس 2 يبقى 7 1 بلس 9 10 تعرف تقرا النمبر ده 1704 ها قوله تاني يا عمر كده 1704 1074 برافو برافو جدا طب نشوف النمبر اللي بعد المساله اللي بعدها نمبر 3 نمبر 3 بقى هي ماينس الماينس بقى بيبقى ايه صعب شويه بس سهل يعني مفيش حاجه ماينس 697 697 ها اول حاجه 2 ماينس 7 مش هينفع لان 2 صغير عن ال 7 هنعمل بورو 2 ودي هتبقى 12 يعني انا اقول لك ازاي عملتها برافو عليك يا حبيبي طيب 12 ماينس 7 ادتك كام؟ 12 ماينس 7 قد افتر 7 لحد 12 افتر 7 8 9 10 11 12 5 2 ماينس 9 مش هينفع هنعمل بورو من دي بقى دي 8 ودي بقى 12 12 ماينس 9 نايم ايديك وعد بعد ال 9 لحد ال 12 افتر 9 10 11 12 3 3 8 ماينس 6 كام؟ ايكول 8 ماينس 6 ايكول 2 اقرا الاجابه اللي طلعت كده اقرا الانسر اللي طلعت 235 طيب ثانيه واحده هصور دي عشان عشان في مسائل اللي هي بتاعت الماني هصور لك دي بس الاول هنمسح دول بقى وناخد اللي هم اللي هم بتوع الماني بقى خد بالك بص بتوع الماني عامل لك ايه خد بالك كان عامل لك هنا 100 وهنا ورقه عليها 200 ورقه عليها 100 1 بلس 2 بلس 1 ايكوال 4 استنى ارسمها بس دقيقه هنا 10 وهنا 20 هنا 1 بلس 2 بلس 1 ايكوال 4 ارسمها بس يا عمر دقيقه ارسمها دقيقه بص يا حبيب انا عامل لك 1 بلس 2 بلس 1 ايكوال 4 1 بلس 2 بلس 2 ايكوال 5 5 بلس 1 بلس جمع لي كده جمع لي كده دول طلعوا كام؟ دول طلعوا كام؟ 459 صح دول طلعوا 400 دول طلعوا كام؟ 50 50 جمع دول كده اللي هم كلهم 9 طلع 9 هقوم كاتبهم بقى المبلغ كله على بعضه ازاي؟ بص بقى 4 وانزل بدون ما نحط كل زيرو بدون ما نحط اي زيرو نقول 400 مظبوط ال 9 هتتحط في الوانس 9 في الوانس وال 50 في التنس 5 في التنس و 4 في ال 59 سهله؟ سهله موضوع المبلغ ده؟ طيب نشوف المبلغ ماشي نشوف المبلغ اللي بعده طيب هو جايب لك كده الاماونت اللي بعده جايب لي 100 هنا وجايب لي 200 هنا انت بتشوف اصلا ورقه مكتوب عليها 200 احنا عندنا في مصر 200 باوند ما اعرفش عندكم بقى في 200 ريال ولا لا في قطر 100 بلس 200 بلس 100 هي نفسها اللي فوق ايكول 400 هي اصلا 100 بلس 200 بلس 100 شبه قاعد انا كتبتها لا معلش حاضر انا كتبت المساله غلط يا عمر معلش دقيقه دي كانت 200 ودي 100 ماشي وهنا كان كاتب لك هنا 50 2 بلس 1 ايكوال 3 5 بلس 2 ايكوال 7 صح وعامل لك هنا 3 كوينز كده مكتوب عليهم 1 اهو ايكوال 3 صح هجمع دول يبقوا 3 واجمع دول يطلعوا كام؟ 80 3
300 83. صح. يطلع الاماونت كام؟ اه اكتب ال 3 دي في ال 1. 3 في الونز 8 في التنس 3 في 100. برافو عليك، يبقى 383 ريال. طيب هصورها بس دقيقة. شوف ناخد المسألة الثالثة. حاضر، ثانية واحدة بس هكتب المسألة الثالثة بس. طب اصورها لك. المسألة الثالثة برضو سهلة أهي. كان راسم لي إيه؟ سهلة جدا. راسم لي كده 100 تحتها 100 تحتها كمان 100. حلو. وبعدين راسم لي ورقة مكتوب عليها 20 وراسم لي ورقة مكتوب عليها 50 وبعدين راسم لي هنا ورقة مكتوب عليها 5 وكاتب لك ورقة عليها 1 ريال وعامل لك كوين عليها 1 ريال أهو. بص بقى هتعمل انت ايه؟ دول هيطلعوا كام؟ 300 صح يا عمر؟ ودول هيطلعوا 70 معايا؟ يا عمر انت نمت؟ الإجابة ايكوال 377. يبقى الفاينل انسر هتبقى كام؟ السفن في اليونت. صح. السفن التانية في التنز 3 في 100 377. طيب تعالى نشوف بقى اللي بعدها. برافو. تعالى اللي بعدها بقى، دي سهلة. جايب لك ايه؟ جايب لك كده 3000 اللي هي نمبر 5. جميلة قوي. انا عارفها سهلة بس انا بس مش هنحط الزيرو. طب ايوه اديني فرصة اكتبها بس. بلس 5 برضو عاملة زي بتاعت الماني، عايزين نكتبها على بعضها. ما نحسبش اي زيرو في الكلمة، تبقى 3265. صح. هكتب 1 تنز 100. طيب ال 3 دي هتتكتب 1000 3 200 100. برافو. وال 6 هكتبها في ال 100. وال 5 يونت. ال 6 هكتبها في التنز من غير زيرو. وال 5 يونت في ال 1. يبقى طلع النمبر كام؟ 3265. طب اللي بعدها عكسها، نمبر 6 عكسها. نمبر 6 جايب لي ايه؟ جايب لي المسألة بقى عايزني انا اعملها ايه؟ دي كده كان اسمها اكسباندد فورم. اكسباندد يعني مفكوكة، ودي ستاندرد. هو جابها لي بقى ستاندرد فورم، يعني جابها لي كده 7 2 وبعدين ايه يا سيدي؟ 9 8. وبيقول لي اعملها انت اكسباندد بقى. سهله. نفكك؟ نفككها احنا بقى اهو. سهله. السفن السفن واحطها 7000 7000 وبعدين 200 200 بعدين 90 وبعدين 8 لوحدها. ال 8 لوحدها من غير زيرو. برافو يا عمور. برافو انت شاطر جدا. ما بنحطش في اي يونت زيرو. قلنا ايه صح. طيب فاضل لنا بقى اللي هم بتوع التايم تبر الشويه الصنانين في الاخر، دول نقولهم وخلاص نبقى خلصنا. 3 تايمز. نفسي بقى تكون عرفتهم. اول واحده قال لك ايه؟ ايه 4 times 4 equal what. ها استنى اكتبهم بسرعه. 12 اكتبهم بسرعه عشان نقولهم على طول. 9 equal 12. حاضر. طب اديني فرصه بس اكتبهم. 7 times 3 times 4 equal 12 4 times. هكتبهم بس يا عمر، هكتبهم دقيقه بس عشان ايه نقولهم على طول. بعدين جايب لك هنا 11 كان قايل لك ايه؟ كان قايل لك 2 times 6 12
بيقول لك كام؟ 4 تايمز 4 13، كان قايل لك كام؟ 8 تايمز 2 14، كان قايل لك كام؟ كان قايل لك 3 تايمز 5. طب هنسمعهم مع بعض بقى، يلا. 3 تايمز 3 تايمز 4 equal 12. 4 تايمز 5 3 تايمز 4 equal 12. 4 جمعنا ال 4 ثلاث مرات، 4 و 4 8 وكمان 4 يبقى 12. 4 تايمز 5 equal 20. 5 و 5 10 وكمان 5 15 وكمان 5 20. طب اللي بعدها 7 تايمز 3 هتعمل 6 ثلاث مرات، 7 بلس 7 14 بلس كمان 21 21 صح. بص 7 تايمز 3 21 لكن 3 تايمز 4 12. طب 5 تايمز 5 50. لا 5 و5 10 كمان 5 دي خمس فايفات، خمس فايفات. بص 5 و5 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 على بالك بطريقه سهله. 5 و5 10 5 و5 10 صح؟ 10 و10 كام؟ 10 بلس. بص 10 و10 كمان 10 20 وفي 5 اهي يبقى 20. شفت بقى يا سيدي؟ 10 بلس 10 بلس 5 اهي. او حتى بص ممكن تجيبها تاني بطريقه تانيه، 5 بلس 5 10 10 بلس 5 15 15 بلس 5 20 20 بلس 5 25. بتعملها واحده واحده. طيب عايزين نشوف اللي بعدها. 4 تايم 4 2 تايم 6 في 2 تايم 6 بكام؟ 6 بلس 6 دي كام؟ 12 زي 3 تايمز 4. 4 تايمز 4 4 تايمز 4 يعني ال 4 اربع مرات. بص 24 8 plus 4 24 12 plus 4 بعد 12 13 14 15 16 تفضل تجمع عليها 4 اكل 24 بس 10 4 plus 4 كام؟ 4 طيب. plus 4 اكل 8 plus 4 طب 8 plus 4 بعد 8 وقف فور على ايديك كده. بص وقف فور على ايديك كده. بص فور في مخي الاول بلس فور افتر فور 5 6 7 8. طب بعد ال 8 كمان 4 9 10 11 12 بعد ال 12 كمان 4 يبقى طلعت كام؟ 16. فهمت يا عمر؟ فاهم. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهم. يبقى لما الاقي حاجه كبيره اجمعها كده بره على ما نحفظ بس التايم تيبل. طب تعالى مثلا 8 تايمز 2 يعني ال 8 بلس نفسها مرتين، يعني كانك بتعمل 8 بلس 8. طب 8 بلس 8 كام؟ 8 in my mind و 8 in my hands. ها after 8 9 10 11 12 13 14 15 16 طلعت كام؟ 16. سهله. طب 3 تايمز 5 قدامك حلين. 3 تايمز 5 ايكوال 50. بص بقى عشان اعرفك حاجه. 15 ايكوال 15. انا بقول لك 15 ماشي سامعك والله صح 15، بس بقول لك لو انت من 6 هتعملها ازاي؟ يا اما تعمل ال 3 بلس نفسها خمس مرات، يا تعمل بص 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 سهله. هوقف ال 3 على ايديا. حط اول 3 في مخك، حط اول 3 في مخك، ال 3 دول واقفين على ايديك على طول على طول. افتر 3 4 5 6 بعد كده في كمان 3 وقف ال 3 تاني. افتر 6 7 8 9 في كمان 3 بعد ال 9 10 11 12 في كمان 3 بعد ال 12 13 14 15. دي طريقه. الطريقه الاسهل بقى ان اجي على النمبر الكبير احسن اللي هو ال 5 واجمعه ثلاث مرات. دي اصغر. اعمل ال 5
بلس 5 بلس، دي اسهل. لما اجمع ثلاث مرات اجمع احسن ما اجمع خمس مرات. طيب لما اعمل بلس ثلاث مرات احسن ما اعمل بلس خمس مرات. هوقف 5 على ايديا عشان دي هتفضل معايا طول المساله. طيب اول 5 نحطها في مخنا. افتر 5 6 7 8 9 10. بعد ما عديت 10 ارجع اوقف ايدي عشان في كمان 5. افتر 10 11 12 13 14 15. فهمت يا عمر لو انا نسيت واحده اعملها ازاي؟ افهم. طيب يا حبيبي بص صور لك دي واكتب لك مسائل بقى تبقى تعملها هوم ورك. اكتب لك مسائل بقى تعملها هوم ورك هبعتها لك على الجروب. ماشي؟ بص يا عمر هكتب لك بقى مسائل تبقى تعملها في الهوم ورك اهي نفس القصه. يا عمر استنى ما تقفلش عشان تشوف المسائل عشان لو في حاجه مش واضحه تقول لي. لما تسمع الاذان بيدن يا عمر بقول الله اكبر الله اكبر الله اعظم. تسمع الاذان بيدن بقول الله اكبر الله اكبر الله اعظم. دول هتحلهم هوم ورك يا عمر وتبعتهم لي على الواتساب. ماشي؟ حل دول هوم ورك وتبعتهم لي على الواتساب. ودي بقى ادي لك واحده على الفلوس اهي، ادي لك من كل حاجه واحده. دي على الماني. دي 10 ودي 50 ودي 20. بعدين دي هنا 5 وفي كوينز بقى 1 1 1 خلاص. وهدي لك جنبين اهو كده واحده على الاكسباند اهو 5 و 6. وهدي لك واحدة بنت تعملها لي بس متلخبطة خد بالك وانت تعملها لي ايه؟ ستاندرد. يعني هدي لك اكسباندد وانت تعملها ستاندرد. ماشي؟ وهدي لك بقى السؤال بقى الباقيين دول على التايم تيبل برضه. Three times six, seven times three, eight times six. في عندك eight times three. بركز لك على تيبل eight وعشان تحفظه. Sixteen, eight times eight. هشكرا يا عمر. عمر نعم يا مستر. انت ما بتبقاش ترد ليه؟ بتنام؟ ها؟ انت ما بتردش ليه؟ بتنام ولا بتروح تاكل؟ مش باكل. طيب ماشي. طيب بكره بقى تصوم بقى ان شاء الله ماشي؟ ولا مش هتصوم عشان ماشي. ولا مش هتصوم عشان انت صغير؟ هصوم. لو لقيتك تعبان هصوم. طيب بص لو لقيتك تعبان بافطر عشان انت صغنن.
مش كده؟ عشان انت صغنون لسه وصغير، ربنا مش هيقول لك حاجه، ربنا هيسامحك يعني، عشان انت صغير لسه. يعني لقيتك لا تعبان انا سبع، انا يعني سبع حاول تصوم، ونص. حاول تصوم. لو لقيتك جعان او عطشان ابقى اشرب عادي وكل، يعني ايه، عشان بس انا اصلا بصوم تصوم لحد حتى في المغرب. اخر الشهر بصوم. بتصوم لحد المغرب؟ طب شاطر يا عمور، ماشي. بس لو لقيتك تعبان عشان انت لسه صغير عادي، ربنا هيسامحك عادي، ممكن تبقى تفطر عادي يعني، صوم مثلا لحد الظهر لحد العصر، لقيتك تعبان افطر عادي ماشي. يعني وقت تلاقيك جعان وعايز تشرب، جعان او عايز تشرب افطر عادي، وربنا مش هيقول لك حاجه عشان انت لسه صغير ماشي. ماشي، طب ماشي يا مع حبيبي، السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم.